حول الصغار مختلف عن الكبار وطريقة العلاج ازاي؟ هو يعني اسباب كتير جدا، يعني معظم الحول اللي عند الكبار بيبقى ابتدى وهو صغيرين مثلا وسابه، اوكي، لكن ده مش كل انواع الحول اللي ممكن تيجي عند الكبار. في نفس الوقت معظم انواع الحول بتبدا عند الاطفال وهم صغيرين، بس في انواع بتيجي وحد كبير اي في يعني وحد كبير في السن بيجد عليه حول، يعني تمام. بيبقى حاجه جديده عليه، يعني هو عادي خالص وفجأة أصيب بيحصل له بحول. حول بالظبط. يا اما ده اسبابه بقى يعني مهمه، يعني يا اما هو عنده يعني من اخطر الاسباب ليها ان يكون مثلا حصل ضعف في عصب من العصب اللي بتغذي العين، العصب الثالث الرابع السادس. الاسباب ممكن تكون عاديه جدا، ممكن يكون فيري حاجه بسيطه جدا من اول مجرد فيروس زي البرد، لغايه ممكن نوصل في اهميه الاسباب لغايه مثلا اورام في المخ او لا قدر قدر الله. الله او كده. فطبعا اذا ده لابد تؤخذ مأخذ الجد برضو، بالظبط وخاصة بالظبط الحاول عند الكبار حضرتك بتقول، الحول هو يعني قريب اللي كان جدا عادي ليه. خالص ثم بالظبط جد ممكن في يكون الحال. مثلا عند ناس كتيرة جدا عندهم سكر او ضغط او كده، بيجد برضو عليهم شوية حوال وبيروح، ان احنا مجرد بيبقى سببه ان هو يعني يروح مجرد ان احنا نظبط السكر او كده. وفي طبعا انواع من الحوال كتير بتيجي بتبقى امراض مناعية مثلا زي الغدة الدرقية، ممكن تعملنا طب نتكلم عنها تغيرات. بالتفصيل يا دكتورة بعد التليفون. اوكي.